إلى المزيد من الأخبار، امبارح انطلقت النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب للصم في موسمه الجديد، طبعا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية طبعا في كل المحافظات، أكيد في ظل التحديات الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير، ثم فاصل، ثم عودة لعشرة الصبح في الأهلي. اتفضل. افتتاح النهارده موفق الحمد لله، ووزاره الشباب دايما بتبذل كل مساعيها علشان تاهل ذوي القدرات والهمم، والنهارده الافتتاح بتاع دوري مراكز الشباب للسم، وده هيتم بين 16 محافظه، يعني 16 فريق، وكلها باتباع الاجراءات الاحترازيه، وكلها بنراعي فيها اولادنا. واحب انوه في الحته دي ان الوزاره دايما بتهتم بذوي القدرات والهمم، واحنا لينا منسقين تقريبا في جميع المحافظات، وعندنا مراكز فنون وابداع في كل المحافظات. والحقيقه احنا زي ما بنبذل قصارى جهدنا بالنسبه لذوي القدرات والهمم، برضو بنبذل اقصى المستطاع بالنسبه للشباب بشكل عام. يعني مثلا عندنا دوري برضو متخصص زي دوري مراكز الشباب مع دوري السم. الحقيقه احنا مع اولادنا ذوي القدرات والهمم علشان بنحاول نساعد ولو بحاجه بسيطه مع مجهودات الدوله في هذا الاتجاه. النهارده زي ما انت شايفه كده حاجه جميله قوي ومشرفه جدا ان احنا يبقى عندنا دوري للسم والبكم. طبعا احنا عندنا دوري مراكز شباب للاسوياء، فالاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مهتم جدا بالولاد ذوي الهمم. احنا عندنا في الوزاره مكتب خاص بذوي الهمم بينظم كل انشطه الولاد اللي هم ذوي الهمم، من ضمنها دوري الصم للصم. احنا دوري صم اشترك في البدايه خالص 27 فرقه من 27 محافظه. النهارده الفرق اللي معانا موجوده هم اربعه، اللي اتصف خالص 16 فرقه مقسمينهم زي قطاعات. النهارده معانا قطاع بيضم القاهره والقليوبيه والبحيره والاسماعيليه. انا في البدايه بشكر حضراتكم وبهني النادي الاهلي بتسعه، وشرف لينا وشرف لافريقيا يعني، والف شكر لمجيكم النهارده. النسخه اللي احنا فيها خاصه بدوري مراكز الشباب للصم، دي بينظمها الاداره المركزيه لمراكز الشباب والاداره المركزيه لشؤون الوزير مكتب ذوي القدرات والهمم، واحنا السنه دي في النسخه الرابعه للدوري، ومسميينها باسم كابتن مؤمن زكريا دعما مننا لكابتن مؤمن، ربنا يتم شفاعه على خير يا رب. ومرحله دلوقتي ان احنا بنلعب دوري مجموعات، دول افضل 16 فريق على مستوى الجمهوريه، بنعمل لهم دور 16 زي بطوله افريقيا بالظبط، فاحنا في المجموعه الاولى من دور ال 16 ان شاء الله. افتتاح البطوله الرابعه هو مفيد بالقليوبيه والاسماعيليه، واحنا كقاهره كمنتخب قاهره ان شاء الله ناخد البطوله. يعني هو كان عايز يضيف ان في غير البطوله دي في الدوري الممتاز بتاع السم ضعاف السمع، وده فيه طبعا مستقبل كتير، وهو احد اعضاء منتخب مصر وخلاص على باب الاعتزال، فكان عايز يلفت الانتباه للدوري الممتاز بتاع السم، لان احنا انا كموجود في الاتحاد او كموجود في وزاره الشباب على مدار السنين دي كلها احنا ما حدش شاف الدوري ده، وفي مواهب كبير جدا ورفعنا على مصر في الاولمبياد وفي كاس العالم، كنا عايزين نبقى ده زي المتكلمين بالظبط. يعني انا شايفها ملحمه انسانيه محترمه جدا، لاول مره انك تشوفي الدوري، هي دي النسخه الرابعه، لكن الناس مش حاسه بيها، الاعلام بعيد عنها. فانا اشكرك اولا ان انت جيتي واهتميتي، يعني مش مباراه زي الزمالك او اي مركز شباب بيلعبوا كره كل الاعلام بيروح هناك، لكن كونك ان انت جيتي في وسط الظروف اللي هي الغير طبيعيه اللي احنا المجتمع كله بيعيشها، فانا اشكرك واوجه التحيه لقناه الاهلي وكل العاملين فيها ولاداره النادي الاهلي. اثنين، اللي احنا بنشوفه هنا اظهار قدرات، يعني هو مش الدوري ده اقوى فعاليات تنظيميه موجوده لسبب انت بتتعاملي مع مجموعات مختلفه، مجموعات ايه من الصعب قوي انك لما تيجي تنظمي، لكن ده ابداع، كل واحد بيطلع الابداع اللي جواه في اي شكل من الاشكال. اثنين، مش كوره بيلعبوها، لا ده اكتر من حاجه، لان هو بيحرك دماغه وبيشوف الدنيا وازاي يخلق مجتمع محيط بيه، ان هو بيكون ان هو بيدي الكوره لزميله، دي حدوته، انك انت نجيب جون ده حدوته ثانيه خالص، لانه ده حلمه ان هو يحقق انتصار. ان انا شايف الدوله المصريه كلها انديه ومراكز شباب، كل الدوله فيها وزارات، كل واحد في اجنده للمجموعات دي ان يدمجوها في المجتمع. الدمج في المجتمع كان زمان كان ورق خطط بتبقى لها فلوس
ملايين الجنيهات وكانت بتضيع بدون مردود. دلوقتي فيها اهتمام لسبب، لان الرئيس اللي هو رأس الدوله المصريه هو مهتم